من جديد تعود التظاهرات التي تطالب بعودة جملة صنع في العراق في أركان الوطن المبتلى والغني بالثروات والطاقات والفقير بالإنجازات والخدمات، وهذه المرة في كربلاء المقدسة. والمطالب كانت واضحة: بدعم المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية وتحسين ظروف العمال. احنا كنا نأمل خير بدعم المنتج الوطني وحمايته، طبعا تأثيرها راح تعمق البطالة، راح تسرح الأيدي العاملة. العراقي يعاني من بطالة كبيرة، وهذا هيك قرارات راح توسع البطالة وراح تلغي توقف كثير من المشاريع. النتيجة بطالة أكبر وعجز أكثر بوجود أي منتج وطني بالسوق. حقيقة نطالب بحماية المنتج العراقي. قانون رقم 11 لسنة 2010 لحماية المنتجات العراقية، هذا عدل هذا القانون في سنة 2014، وإلى الآن بقى معلقا، لا زال معلقا وغير مصادق عليه من رئاسة الجمهورية، ولا نعلم لماذا لا تصادق عليه رئاسة الجمهورية، ولا نعلم لماذا معلق هذا القانون. أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد أكدوا أنهم في هذه الدورة البرلمانية سيعملون على تلبية مطالب المتظاهرين والعمل على تشريع القوانين التي تنشط قطاع الصناعة في البلاد، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، والعراق جزء من هذه المنظومة. هناك مافيات كبيرة همها أنه الصناعة في العراق لا تنهض، وأيضا كل المنتجات الموجودة المحلية والوطنية همها أنه لا تنهض، لكن إحنا ستكون لنا وقفة بهذا الملف المهم لبناء الاقتصاد وبناء عن طريق الصناعة والزراعة وكل المنتوجات. ويجدد القائمون على هذه الوقفة الاحتجاجية مطالبهم الأساسية والمتمثلة بدعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاعين الخاص والمختلط وتقليل الاعتماد على الثروة النفطية وحماية حقوق العاملين في المنشآت والمشاريع الصناعية والزراعية. من كربلاء المقدسة معتز العبودي.